بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شطر من حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا. أول معصية وقعت في السماء كانت بسبب الحسد. إبليس لما أمره الرب عز وجل أن يسجد لآدم حسده: أنا أسجد لهذا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأمره الرب عز وجل أن يخرج منها، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هي أول معصية وقعت في السماء وحلت فيها اللعنة على إبليس. بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. ظن إبليس أنه خير من آدم عليه السلام، فكيف أسجد لرجل أو لمخلوق أنا خير منه؟ هذا هو الحسد. منشأ الحسد أن يظن الإنسان أن له فضلا على غيره. كيف هو يحصل على فلوس أنا ما حصل؟ كيف هو يتزوج أنا ما أتزوج؟ كيف هو يحصل على منصب أنا ما أحصل على هذا المنصب؟ هذا منشأ الحسد. ولما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض ونزلت حواء وبدأ الخلق يتكاثر وبدأت الذرية تعظم، كان من سنة آدم في أولاده وذريته أن أولاد حواء من كل بطن، في هذا البطن يخرج ذكر وأنثى، البطن الثاني يخرج ذكر وأنثى، فذكر هذا البطن يتزوج من أنثى ذلك البطن، وذكر ذلك البطن يتزوج من أنثى هذا البطن، هكذا بالتضاد. حتى جاء يوم من الأيام أحد أبناء آدم أراد أن يتزوج أخته التي من نفس البطن، ربما كانت أجمل أو أحسن أو غيره، فاعترض أخوه أيضا من البطن الثاني، قال: لا، بل هي لي. فاحتكم إلى آدم، فأمرهما آدم عليه السلام أن يقرب لله قربانا، فإذا تقبل من أحدكما فهو يتزوج فلانة، الأمر عند الله جل وعلا. فقام وكان مزارعا، قابيل قرب أسوأ سنبلة عنده، قابيل كان مزارع وعند سنابل، وقرب أسوأ سنبلة لله عز وجل. أما هابيل الأخ الآخر قرب وكان راعيا، قرب أفضل شاة عنده، فجاء النار وأخذت الشاة. هذا علامة القربان وقبول القربان، أن النار تأخذها. أما الزراع أما السنبلة ما حصل لها شيء. فإذا بقابيل يحسده حسدا: ليش تقبل منه وما تقبل مني أنا؟ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فإذا به يزداد الحسد ويزداد الحسد، حتى قال لأقتلنك. وصل الحسد به إلى أنه أراد أن يقتل أخاه، قال لأقتلنك. قال الأخ الثاني، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هل فعلها قابيل؟ نعم. كيف قتله؟ العلم عند الله. يقولون بعضهم يقول أخذ صخرة ورماها عليه حتى مات فلغ رأسه، وبعضهم يقول أغرقه حتى مات، وبعضهم يقول خنقه حتى مات، العلم عند الله جل وعلا. المهم أنه قتله، فأصبح من الخاسرين، وأصبح بعدها من النادمين. كل هذا تعرفون منشأه ماذا؟ الحسد. الحسد يحصل اليوم أحيانا من يشتبه مع غيره، يشتركون مثلا في الوظيفة، موظفون في عمل يحسد بعضهم بعضا: ليش فلان يترقى وأنا ما ترقى؟ ليش فلان يحصل على علاوة وأنا ما أحصل على علاوة؟ ليش فلان المدير يهتم فيه وما يهتم فيني أنا؟ حسد بين الموظفين. الطلاب في المدرسة يحصل بينهم الحسد، هذا الطالب يحسد فلان لأنه يجاوب أنا ما أجاوب، هذا شلون المدرس يعطي علامة وما يعطيني أنا علامة؟ ليش يمدح المدرس وما يمدحني؟ بين المدرسين حسد: ليش هذا أحصل على تقرير أفضل مني؟ وليش هذا يمدح الناظر ما يمدحني؟ حسد يحصل بين الزوجات، حسد يحصل بين الأولاد، حسد يحصل بين المتشابهين، بين التجار حسد، بين طلبة العلم الشرعي يحصل حسد، بين العلماء أحيانا يحصل الحسد. واعلم أن كل شيء قد كتب، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الذي يعترض
على فلان لأجل نعمة أنعمها الله عز وجل إياه، فإنه والعياذ بالله كأنه يعترض على قدر الله عز وجل. ونوصي بعض الناس أهل النعم ممن أنعم الله عليه مالا أو أولادا أو صحة أو غيرها من النعم، لا تتكلم عند الناس تقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن كل ذي نعمة محسود. يعني الناس والعياذ بالله عندها، بعض الناس عند يحسده بعينك بعينه أو بكلامه أو بفعله، والعياذ بالله قد يغرك قد يؤذيك، وبعض النفوس خبيثة. إذا تكلمت بنعمة عندك فإنه والعياذ بالله قد يغلي صدره. ولهذا قال الله بعض الأعين يعني تزلق الناس زلقا، كما قال الله عز وجل قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. حسد، شوف الحسد إلى أي درجة وصل. ولهذا الله جل وعلا يخبر أن الحسد شر وأمرنا بالاستعاذة منه. قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نذكر الأذكار الصباح والمساء وأن نرقي أنفسنا من الحسد ومن العين، حتى الأطفال حتى الأطفال أرقوهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي أبناء جعفر ويقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كان يدعو للأطفال بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم الحسد شر، وبعض الناس قلبه مريض ونفسه خبيثة يحسد الناس على كل خير أعطاه الله إياه. طيب بعض الناس يقول إيش أسوي، الحساد كثر. لا تبالي بهم لا تبالي بهم، دع أمرهم لله عز وجل، ارقي نفسك ولا تظهر لهم النعم التي عندك، واعلم أن الله عز وجل يكفيك شرهم. اقرأ دوما سورة الفلق وارق نفسك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر مع أصحابه من المدينة إلى مكة، في طريقهم أحد أصحابه اسمه سهل ابن حنيف قام يغتسل يصب على نفسه الماء، كشف شيئا من جسده ورآه أحد الصحابة اسمه عامر ابن ربيعة، رأى جسم سهل بن حنيف فقال كلمة، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني أنا ما رأيت جسد مثل هذا الجسد. وكان جسد سهل بن حنيف جميلا أبيضا، يقول ولا جلد مخبأة، كأنها امرأة خبأت جسدها فلم تصبها شمس. أي جسد هذا؟ أول ما قال عامر بن ربيعة هذا الكلام سقط سهل بن حنيف في الماء، سقط على الأرض. جاء الناس إليه حملوه وضعوه على الفراش لا يستطيع أن يرفع رأسه، فجاءوا للنبي يخبرونه بالذي حصل، ما في شيء فجأة سقط. قال أتتهمون أحدا، شاكين بأحد؟ قالوا سهل عامر بن ربيعة قال كذا وكذا في سهل، قال ما رأيتك اليوم ما شفت مثل هذا الجسد. فذهب النبي إليه مغضبا، قال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ليش يذبحه؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه في أخيه فليدعو له بالبركة، يعني ليقول تبارك الله، اللهم بارك فيه، ما شاء الله، يذكر اسم الله. قال على ما يقتل أحدكم أخاه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فاغتسل عامر بن ربيعة، صب على نفسه الماء، ثم أخذوا من الماء الذي صبه على جسده، الماء الذي نزل، أخذوا هذا الماء وصبوه على سهل. أول ما صبوا الماء على سهل على رأسه وظهره قام كأن لم يكن به شيء. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ هذا يسمى في الشريعة العين، والعين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حق، العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. قد تشترك العين مع الحسد وقد تفترق العين مع الحسد. العين أحيانا يصيب الرجل بها أخاه أو أحد أقربائه بغير قصد،
أما الحاسد فإنه يتمنى زوال النعمة من أخيه أو من الآخر. قد يجتمع الحسد مع العين ويكون أخطره، والعين ليست فقط إنسية، أحيانا تكون العين جنية، يعني قد يصيبنا الجن بالعين أحيانا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الإنس والجان، حتى نزل قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأخذ يتعوذ بها ويدعو غيرها وسواها. العين حق، بعض الناس تنكر، بعض الناس يقولون ما في شيء اسمه عين، العين ما تصيب غيرها ولا تؤثر بغيرها. قد يكون هذا الإنسان يعني يقول هذا الكلام لأنه ما رأى يوم من الأيام أثر العين بصاحبه أو بأخيه أو بنفسه أو بأحد من حوله، أو يمكن يكون ما قرأ القرآن أو ما قرأ السنة أو ما قرأ الأخبار الصحيحة ولهذا ينكرها. لكن الشرع والواقع يثبت أثر العين. كالسهم أحيانا تصيب وقد لا تصيب، وقد يصيب العائن نفسه أحيانا. هذا سليمان بن عبد الملك أحد الخلفاء نظر إلى نفسه وجماله يوم من الأيام، كان شابا خليفة، يوم من الأيام شاف نفسه بالمرآة بالمنظرة، تجمل وتزين وتذكر الخلفاء قبله، ثم قال: يا سليمان، من مثلك شاب ملك؟ يعني منو مثلك؟ ملك وخليفة ونفس الوقت شاب. قال: يا سليمان، من مثلك شاب ملك يقول من حوله لم يطل بالحياة أكثر من شهر؟ طاح مريض ومات قبل أقل من شهر، أصاب نفسه والله أعلم بعين. عروة بن الزبير يوم من الأيام أخذ ابنه محمد، ألبسه ثيابا جميلة، أخذه إلى من؟ أخذه إلى الوليد بن عبد الملك أيضا خليفة. فلما جاء إليه قال الوليد بن عبد الملك، قال: أي غلام هذا وأي ثياب هذه؟ أخذ يمدح الغلام. فلما خرج من عنده ذهب إلى إسطبل الخيول، وفوق إسطبل الخيول كان الغلام يلعب مع الخيل، ركلته الخيل برجلها ووطأته فاندقت عنقه فمات ابنه. العين حق، يستعيد الإنسان من العين بقراءة القرآن بالأذكار بغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرف العين عن بعض الأطفال كان يحلق رؤوسهم. فإن رأيت في طفلك أو ولدك جمالا أحيانا ما تجمله، خصوصا عند بعض الناس الذين عرفوا بالعين. أنا أعلم أن بعض الناس ينكر، يقول ما في شيء اسمه عين، لكن الأدلة من القرآن من السنة تثبت هذا. يقول الله عز وجل في وصف الكفار أنهم حاولوا إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لكن الله عز وجل حفظ نبيه من عين المشركين. قصص كثيرة نراها ونسمع بها عن أثر العين في البشر، أثرها على أطفال، أثرها على ممتلكات وأموال، أثرها على الصحة والجسد والنفس. العين حق، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ابنيه من العين. يعقوب عليه السلام لما أراد أبناؤه أن يدخلوا مصر ماذا قال لهم؟ وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال بعض المفسرين أن يعقوب عليه السلام
كان يريد أن يصرف العين عن أبنائه. إذا دخلوا كلهم دفعة واحدة فإن الناس إذا رأوهم وعلموا أنهم إخوة أصابوهم بالعين. دخل النبي يوما صلى الله عليه وآله وسلم على بيت أم سلمة فرأى فيها جارية بنت صغيرة في وجهها إصفرار، في وجهها السفعة، يعني لون متغير. فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل البيت استرقوا لها، يعني ارقوها، فإن بها النظرة، فإن بها النظرة يعني بها عين، أصابتها عين هذه الجارية. ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسترقوا لهذه البنت. العين حق، ولا ينكر هذا إلا رجل إما جاهل بالقرآن والسنة أو مكابر للواقع. الواقع يثبت هذا. امرأة في ندوة من ندوات أثر الرضاعة على الأطفال، كان المحاضر يبين أثر الرضاعة الطبيعية على الأطفال، وبعد أن انتهت الندوة قامت هذه الأم وعندها طفلها الصغير، فأخذت تحدث الجمهور بأنها رضعت هذا الطفل من ولادته سنتين رضاعة طبيعية كاملة ولم تسقه شيئا من حليب صناعي. طبعا الناس ينظرون، وأخذت تمدح الطفل، مشى قبل الأطفال، تكلم قبل الأطفال، جسده أفضل من الأطفال، لا يمرض لا كذا. أخذت تمدح الطفل علشان تبين أثر الرضاعة الطبيعية. مسكينة ما تدري، أول ما انتهت الندوة ومشوا الناس سقط الطفل. تعرفون ما الذي أصابه؟ شلل، وأدخل المستشفى ولم يتحرك الطفل بعد هذا. لو أعجبك شيء اذكر الله، قولي ما شاء الله. أعجبنا بطفل يلعب، بطفل تحمله أمه، بسيارة جميلة، ببيت، بأي شيء، لنقول ما شاء الله تبارك الله. بعض الناس والعياذ بالله يتعمد، شوف يتعمد الإصابة بالعين، بعض الناس ما يقصد، لكن المجرم والآثم والعياذ بالله اللي يدري عن نفسه إن عينه، يسمون الناس عين حارة، في ناس عينهم حارة، أي نعم، هي قوة نفس وقوة جسد. مثل الأجساد، أجساد في واحد ضعيف واحد قوي، الأرواح في روح ضعيفة وروح قوية، في روح شريرة وروح طيبة، طبيعي هذا، لكن ما احنا ما نعلم عن الروح إلا القليل. وسر من أسرار الروح تلك العين التي تصيب الناس. يروى في كتب التاريخ أن رجلا كانت عينه، يعني رجل عائن يسمونه، يصيب الناس بالعين. يوم من الأيام سمع صوت أحد، أجلكم الله، يبول من وراء حائط، من وراء خشبة، وصوت البول أجلكم الله يدل على صحة في الجسد أو مرض فيه. فقال الرجل، يعني يمدح صوت بولي هذا الرجل، فقالوا له أتعرف من الذي يبول؟ قال من؟ قالوا إنه ابنك. قال لن يبول بعد هذا. وفعلا ما بال ابنه بعد هذا، وخر صريعا ومات. مات ابنه من عين أصابته من أبيه. يحدثني أحد الشيوخ، الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، يقول كانت أم جاءت تزور زوجتي بيدها طفلها الصغير. يقول زوجتي تقول أن أم الطفل أخذت تمدح الطفل طوال الوقت، انظري لشكله، انظري لجماله، انظري لكلامه. تقول زوجة الشيخ أنها ما تذكر أنها ذكرت الله عز وجل وهي تمدح طفلها. يقول الشيخ والله ما غادرت الأم بيتنا، ما غادرت الأم بيتنا إلا وطفلها قد توفاه الله عز وجل. نعم، العين حق، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الجمل، شوفوا قصة شيء من الحيوانات. يروى أن رجل عائن، والعائنون في التاريخ معروفون كثر، وفي ناس كان بعض الولاة وبعض الخلفاء يسجنونهم، يحبسه لأنه والعياذ بالله عينه ما تركت أحدا لحاله، يتعمد أن يصيب الناس بعينه. كان يحبس بعض الولاة، كان يحبسه، ليش؟ عشان يكف الناس عن شره. هذا رجل عائن معروف عنه العين والإصابة بالعين. يوم من الأيام سمع صوت حلب، شوف ما شافه بعينه، صوت بقرة تحلب،
فسمع الصوت حليب، مو أي حليب هذا، فسأل أي بقرة تحلب هذه؟ خافوا عليها لأن مو أي بقرة، هذه بقرة سمينة، بقرة حلوب، بقرة تخرج لهم خير كثير، فخافوا من عين الرجل. فقال لهم أي بقرة هذه التي تحلب؟ ما قالوا له، أشاروا إلى بقرة أخرى هزيلة خايفين من عينه، قالوا هذه، فماتت البقرتان، البقرة التي تحلب والبقرة الأخرى، والعياذ بالله من قوة عينه. العين حق، ومن قرأ التاريخ وسمع الأخبار علم. بعض الناس يقول إذا كان في ناس كذي مثل هؤلاء عندهم عين، خلي يصيبون أعداء الله سبحانه وتعالى، خلي يفعلون. نقول الإنسان ما يختار، أحيانا يتعمد لكن مو دائما يصيب، وهذا قدر الله عز وجل، في النهاية كل شيء مقدر. لكن بعض الناس مثل ما يؤذي بجسده، بعض الناس يؤذي بنفسه وبروحه وبعينه، يؤذي غيره. كما هذا يؤذي بالجسد، هذا يتعمد الإيذاء بالعين. ونعلم من القصص الكثيرة التي ربما لا يصدقها عقل صح، لكن من رآها بعينيه وشهدها بحياته علم ما قاله الله عز وجل في القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد. شر عظيم من بعض الحساد وبعض العائنين وبعض من يصيبون الناس بأعينهم، لا يستطيع الإنسان الفكاك عنه إلا بأن يحصن نفسه بذكر الله جل وعلا. أنا أعلم من القصص التي ربما لو أوردتها ما صدقني البعض، لكنني اكتفيت بهذه الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وغيرهم من أخبار التاريخ والواقع الحالي. لكن أخبار الناس بالعين والإصابة بالعين أكثر من أن نحصيها. نسأل الله أن يعيذنا ويعيذ أطفالنا ويعيذ أنفسنا وممتلكاتنا من شر كل ذي عين. مر هشام ابن عبد الملك من مكة إلى المدينة بعد حجه، وكان معه الجنود والحرس. لما دخل المدينة سأل جنوده: انظروا من في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلوا فوجدوا رجلا طويلا قوي الجسم، فلما خرجوا قالوا: إنه سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. قال هشام بن عبد الملك: ائتوني به. نادوه، فلما جاءوا به وكان طويلا قوي البنية وعمره بالستين، فلما رآه هشام بن عبد الملك نظر إليه قال: أنت سالم؟ قال: نعم. قال: وكم عمرك؟ قال: تجاوزت الستين. قال: تجاوزت الستين وهذا جسمك؟ يعني كل هالجسم هذا وانت بهالعمر ما تأكل، انت شنو تأكل؟ قال: آكل خبزا وزيت، هذا طعامي. قال: أو تشتهي؟ قال: لا آكل حتى أشتهيه، يعني أجوع وآكل. قال: فتركه وانصرف. وما إن انصرف هشام بن عبد الملك إلا وأصابت سالم وعكة، فذهبوا به إلى البيت وسقط بالفراش وازدادت الحمى به، فلم تزل به حتى مات الرجل. سالم ابن عبد الله بن عمر مات بعد كلمة هشام بن عبد الملك. ما هذا الجسم وما هذا الجسد وأنت في الستين؟ قال كلمة ربما أصابته بعين، مات الرجل من فوره، مرض ومات. إن العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. طيب شو نسوي؟ أولا دع الوسواس عنك، لأن كثيرا من الناس كل حياته أنا صايبيني بعين،
خاصة عند النساء هداهن الله. كل شيء أنا فيني عين، ما تزوجت لأن فيني عين، سقطت بدراستي فيني عين، شكلي تغير فيني عين، صرت كذا فيني عين، الرجل ما نجح فيني عين، ما توفق بدراسته فيني عين. بعض الناس في وسواس، كأن الناس ما عندهم شغل إلا هو، وكأن أحسن إنسان بكل شيء فيظن بكل شيء في عين. إياك والوسواس، العين حق نعم، لكن مو كل شيء عين. ثانيا، عليك بتحصين نفسك وتحصين أطفالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجاته كما أمر عائشة أن تستعيذ بالله من العين، وكان يستعيذ هو أيضا من العين، وكان يعوذ الأطفال كالحسن والحسين وأبناء جعفر، كان يأتي بالأطفال فيقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وكان لما عوذ الحسن والحسين بهذه التعويذات قال هكذا كان يعوذ أباكم إبراهيم إسماعيل وإسحاق. يا الله، ذرية بعضها من بعض. إبراهيم عوذ من؟ إسماعيل وإسحاق. والنبي عوذ من؟ الحسن والحسين. بهذا الدعاء عوذي أطفالك، عوذي أبنائك، عوذي نفسك، علموا أولادكم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وإذا تعوذ غيرك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. والتحصين أيضا بالقرآن، بالمعوذتين، بالفاتحة، بسور القرآن يعوذ الإنسان نفسه. أيضا مما يمنع العين أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله، أن يقول تبارك الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول حتى لما تدش جنتك قول هالكلمة، الإنسان يعين حتى نفسه. العين يصيب الإنسان بها نفسه وأولاده وبيته وسيارته، ولهذا الإنسان الكلمات هذه جميلة. شفت شيء يعجبك، سيارة واحد تبارك الله، عياله ما شاء الله تبارك الله، شفت بيت جميل ما شاء الله تبارك الله، قل هذه الكلمات. طيب لو أصيب الإنسان بالعين، ندري شلون درينا؟ ما كان في شيء، فجأة طاح، لأن الأول في المدرسة أول ما وزعوا عليه الجائزة، جائزة التفوق، على طول طاح صار مريض، أصيب ببلاء. درينا أن عين لأحد الأسباب. إذا عرفنا من الذي أصاب بالعين كما جئنا بحديث سهل بن حنيف، إذا عرفنا نأتي به ونستغسله. يعني شلون؟ نطلب منه يغتسل أو يتوضأ، والماء اللي ينزل نحطه بإناء ونصبه على ظهر المعين، نصب على ظهر الإنسان المريض، بإذن الله عز وجل يبرأ. نروح حق الشخص اللي نظن أنه هو الذي أصابه بالعين، توضأ يا فلان، تمضمض، استنثر، يغسل وجهه، إيده، رجله، داخلة إزاره أفضل بعد، يغتسل غسل كامل ويصب بإناء، ونأتي بالماء المستعمل هذا ونصبه على رأس ذلك المعين وعلى ظهره، بإذن الله عز وجل يبرأ. هذا علاج نبوي. طيب إذا ما عرفنا، ما عرفنا أحيانا من الذي أعانه، شاكين بأربعة خمسة كلهم، نطلب منهم الوضوء والغسل، طيب ما نعرف أبدا، ربما عانه الرجل من بعيد، هناك علاج. ما هو العلاج؟ الأدعية. كان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من العين، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه من الأدعية التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدعية القرآن، الإنسان يقرأ القرآن على الذي أصيب بعين، بإذن الله عز وجل يبرأ. هنا قصص كثيرة عن أناس فجأة سقطوا، فجأة أصيبوا بمرض، ببلاء، لكن من قراءة القرآن. ويبين سبحان الله اللي فيه العين من آيات اللي فيها حسد،
فيها عين ينزعج منها، يتأثر بها، تشتد عليه، يشتد عليه البلاء أحيانا. لما نقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صاحب أو الذي أصيب بالعين لما تقرأ عليه هذه الآية تلقاه يتأثر بسرعة، تلقاه ما يتحمل هذه الآية. نزيد ونكرر ونعيد، والماء الذي قرئ عليه هذا لو صب على ذلك الذي أصيب بعين بإذن الله عز وجل يبرأ. من شك بتأثير العين، إما أنه يجهل القرآن أو يجهل السنة أو يجهل الواقع ما شاف، لكن تأثير العين حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، لا يستطيع أحد أن يبطل العين. اليوم حتى علماء الطبيعة يثبتون أن للعين قدرات ليست فقط النظر. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة تحصن الإنسان، الأذكار الصباح المساء، القرآن ينفع بإذن الله عز وجل، الدعاء أن يعيش الإنسان مؤمنا بقدر الله جل وعلا.